قل لي كون يصرى مشكل بين الام تاعك والزوجه، كيفاش راح تكون رده الفعل تاعك وكيفاش راح تتصرف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بون اختي، انا باش نقول لك انا هذا المشكل راني فيه، راه صاري لي دوكايا وعندي طفل. بون تزوجت، قلت نتزوج في بلاصه تاع 23 سنه، تزوجت قلت نجيب امراه تعاون يما توقف مع يما. بون من الاخر جات امراه ما عندنا ما نقولوا، بدات تهدر المشاكل دائما مع خياتي، عندي خيمسه خياتي متزوجين، عايش طفل وحدي عندها ايطاج وحدها حاجه ما تخصها. قالت لك نروح نقرا ونخدم، قلت لها ما كاش خدمه. بعد هيك عاود رجعتها، زاد عندي طفل عاود رجعتها على جال خويا. هذه نورمالمون تاع الخدمه تكونوا تفهمتوا ليها من قبل؟ لا لا تفهمنا من قبل. قالت لي اوكي، لا 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 سي بون خلاص. ايا بعد هيك طلقنا سي بون دار الشرع. ايا بعد كي زاد وليدي لؤي عاود جبتها رجعتها. شهرين بدات المشاكل تبزع معايا، يما يما دارت لي، يما دارت لي، يما دارت لي. لك الام تاعك صح يدير لها في المشاكل؟ شوف كل واحد يهدب، انا الام تاعي الحمد لله يعرفوها كامل ومعروفه الحمد لله يا ربي. نمنا ما تاذيهاش، وين طفل واحد في الدار. هي دوك نقول لك الاسره اللي تحكم فيها المراه ماشي دار اختي. ايام بعديك دوكا كان نوري لك عندها سمانه بحثوا لي لوسي، جاب لي ورقه بدلت لي الخلع، ودارت لي الخلع وفرت لها الدار وفرت لها كلش، صرفت 65 مليون باش كملت لها البنيه.